أولا أنا من الجيل الثاني. نعم. مش من الجيل الأول. نعم. إن الجيل الأول هو اللي فيه عبد الرزاق حكام، صحيح، العربي الدغمي، محمد الخلفي، طيب الصديقي، يعني هذا الجيل الأول. احنا من الجيل الثاني. ولكن عشتي كل شيء. معلومية. نعم. القضية ديال الفن بصفة عامة حسب المراحل وحسب الأجيال. كاين الجيل اللي اجتهد. نعم. وهما احنا. وكاين الجيل اللي شوية. وكاين الجيل اللي تبارك الله دابا شاد المشعل اللي ديال الشباب وديال. وهذا الجيل شنو رأي ديالك فيه؟ حيت عندك بعض التصريحات اللي شوية قاصحة عليهم. لا بالعكس، أنا كنقول لك الواقع. نعم. انا من شيمتي انني ما كان، ولكن قاصح ملي كنقولها بحال الاب لوليداته، راه الاب راه يقدر يكون قاصح مع ولاده ولكن باش يزيد القدام. لا معلومي، لانه الاسره الوالدين الا ما كانوش عندهم الابناء هي شي حاجه ما كاينه، وكذلك الابناء الا ما كانوش الوالدين هي حاجه اخرى. يعني حقيقه هاد الجيل دابا ديال الشباب حقيقه انه شد المشعل من الجيل اللي قبل منه. نعم. وغادي يعني رغم أنه ماشي بحال الجيل الآخر، لأن يعني الجيل الآخر كاين التجربة، كاين الاحتكاك، كاين الممارسة، كاين نوع ديال الدراسة، كاين بزاف ديال المسائل، ولكن وداروا أرضية الجيل الآخر. نعم. داروا أرضية لهذا الجيل، يعني أرضية مسرحية موفرة لهذا الجيل. حقيقة هذا الجيل مزيان يعني، ولكن الحاجة أنا اللي كنلاحظ وهي واحد النصيحة بغي نقولها لهذا الجيل، وراه بحال وليداتي هما. نعم. يحترموا الجيل اللي قبل منهم باش الجيل اللي جاي يحترمه. نعم نعم. ما كنتش تحكي لينا وتحكي للمشاهدين الظروف اللي كنتو كتشتغلوا عليها وفيها واحد الوقيتة بحيث المسلسلات الإذاعية كانوا كيتبتوا مباشرة ما فيها لا تسجيل لا والو. عندك شي راه كانت واحد الإمكانيات بسيطة وكل شيء. نعم. لا حقيقة أن الجيل ديالنا احنا والجيل اللي قبل منا كانت شوية ديال العراقيل وشوية ديال الصعوبات، وكان حتى من ناحية المادية يعني ما كانش داك الشيء، ولكن كان الإبداع يعني. ويمكن هذيك قلة الإمكانيات هي خلت هذاك الإبداع يمكن؟ يعني كان الحب، كنا كنخدموا أننا كنحبوا المهنة ديالنا. يعني ما عندنا غرض بالفلوس، يعني كنحب الميدان ديالي خصني نجتهد فيه. يعني حقيقة دابا الحمد لله كاين المادة موفرة. نعم. تبارك الله دابا ولا واي هذاك الشيء، ولكن دابا نديروا مسلسل كيتبت مباشرة راه غادي تكون أيضا روينة. ما يمكنش كاع يكون زعما شي حاجة اللي ما يمكنش حتى الواحد يتقبلها دابا في هذا الوقت. وكانوا هذاك الوقت كيف كنتوا كديروا ليه؟ واحد هذاك الوقت كان المكان المباشر. كاينش مقص، عندك شي مسلسل، عندك شي صافي تبرقتي.